اسمي وسام حسن، مهندس بشركة اتصالات وجيتارست معروف باسم بغجاتي. الشغل صار من البيت، يعني التوجيه صار عندنا من البيت. مثلا التكنيشنز اللي يطلعون كان توجيههم والتراك عليهم كله يصير من الشركة. هسه لا، صار شغلنا من البيت. الاجتماعات اللي وياهم تصير اونلاين، نستخدم برامج اونلاين ونسوي وياهم اجتماعات. مريم، شلون على مود موضوع اللابتوبات للفنيين الجدد، صار من عندهم؟ ثاني عندي فنيين اثنين جدد جايين. جهزنا اثنين، بس انت عم موضوع يعني حبي للموسيقى، هي يعني من الان صغير كنت احب الموسيقى. صارت تعلقي اكثر بالموسيقى والجيتار خصوصا، يعني من اغاني هوايه سمعتها، اغاني استاذ الهام مدفعي، اغاني معاصره كنا بوقتنا، كان عمرو الذياب يستخدمون الجيتار بشكل هوايه، فجدا يعني حبيت هالموسيقى وهي الجيتار بشكل عام. فبديت اتعلم الجيتار بال2005، ومشت السنين، تعرفين وضع البلد انه صارت الطائفيه، فما قدرت المدرس مالتي سافر، فظليت أنا أعلم نفسي عن طريق اليوتيوب، دراسة، أخذ شغلة منها أخذ شغلة من هنا، لحد ما تقريبا قبل 4 سنين ردت هاي الهواية إنه أحولها احتراف. فبديت أخذ دورات قراءة النوتة والموسيقى، كان أستاذي طارق كنار هو العازف فرقة أستاذ عبد الساهر، تعلمت على إيده هواية، اكتسبت من عنده خبرات، وبدأ عملنا يعني أسست فرقة وقمت أنا أشتغل وحدي. تسمية بغجاتي جتني ان انا استخدم اللوب، مثل ما قلت لك اللوب انه للمستمع هيئ له الموسيقى هو قدامه، يشوف انه انا شلون ده هيئ الموسيقى، وديش يسمع انه اكثر من آلة ده تنعزف، ايقاعات وكوردات، بس العزف ده يجي من شخص واحد، فهو شخص واحد يعزف على اكثر من آلة كأنما فرقة واحدة. الانسان اللي كان يشتغل كل الاعمال كان يسموه بغجاتي، فلأن أني أهيئ كل شيء، مثلا أعزف الكوردات وأعزف الصولو وأعزف الإيقاعات، فقاموا يسموني بغجاتي ومشت هاي التسمية علي. موضوع التدريس، ورا ما تطورت دخلت صرت بروفيشنال، قمت أدرس طلاب مبتدئين، يعني الطالب اللي يبتدي من الصفر أدرسه. كان تدريسنا يعني معاهد، او يجينا الطالب للبيت ونروح للبيت. بسبب هاي الاوضاع لا اتغير، قمت انزل على الصفحه مالتي على بغجاتي، انزل دروس فري واكو دروس لا يعني مدفوعه، يصير يعني هم عن طريق جروب ادز الفيديوهات مالتي الشرح للمحاضره، ويرجع الطلاب يدزوا لي التدريب مالتهم، وارجع اعطيهم الملاحظات على شغلهم، وماشي شغلنا يعني على هذا الوضع. اي ماينر اي تحويله راح يصير عندنا درس بالشكل التالي. التحويله كلش كل مجموعتين احول، كل مجموعتين احول التحويله، يعني خليها يمك. Thank you.